كنصوم زعما بحال الناس، هذه حاجة عادية. في رمضان بحال أغلبية ديال المغاربة زعما ما كيبغيوش يفيقوا الصباح بكري. في رمضان كنتوحش الصباح، يعني ما كنبقاش نشوف الصباح على شحال. والمشكل هو ملي كيخرج رمضان كنبقى على داك السيستيم ديال ما كنبقاش نشوف الصباح واحد المدة. كنقدر نقول لك صباح الخير مع 6 ديال العشية وصا مارش، ما تقوليش لي لا. زعما مع اعتبار الظروف اللي كنعيش عند واحد الوقيته، كندوز رمضان في الايام الاولى مع العائله، ومن بعد كنجي كنهرب في حالي للدار بوحدي. يعني كنوجد شهوات، كنحاول نخربق البريوات كيتفرتوا ليا، كيكه ما كتصدقش كتجي هابطه، وداك الشيء كنشوفه غير انا والحمد لله. يعني شهوتي كتبقى عندي، شوفي تخطاني المقله ما نعرفش نطيب بحال اغلبيه ديال الرجال. المقله شي حاجه في المقله، يعني اي حاجه تحطت في المقله كتقلق. راه تقول لي طيب طاجين، طيب شي شهيوات اللي كتعرفوا ليها انتم العائلات، ومن هذا المنبر كنقول لكم راه لا خطيتونا راه ما نعرفوا نديروا والو، تخطاونا انتم والمقله ما نديروا حتى حاجه. بيم المقله؟ لا بيم بيم تجوج. وي داكور. لا حاليا مارت ما كنفكرش، ولكن ما تقدرش تعرف لان الزواج قدر، والقدر حتى كينزل ما كتعرفش، ما كيكونش مخطط ليه. واحد النهار كتلقى راسك صافي دارت لك كوستا وكتخلص في لاسيرونس وداك الشيء. كنقول للجمهور المغربي تزوجوا، تزوجوا راه الجواز مزيان، ورمضان المبارك سعيد، والله يدخلوا عليكم بالصحه وبالسلامه. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.